Suite à la nomination de M. Mohamed Naji au poste de doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Université Abouzor Agadir, une cérémonie de passation de consigne a eu lieu mercredi 30 novembre 2022 à la salle des réunions du décanat de la dite faculté. La cérémonie s'est déroulée en présence des vice-doyens de la faculté, du secrétaire général de l'Université Abouzor et d'un parterre de cadres et de responsables de l'établissement. Plus de détails dans le reportage suivant. Selon la tradition à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir, une cérémonie officielle de passation de consigne entre l'ex-doyen de la faculté, M. Ahmed Belkadi, et le nouveau doyen M. Mohamed Naji, s'est tenue le 30 novembre 2022 à la salle des réunions du décanat de la dite faculté. سي أحمد بالقاضي اللي دو 8 سنوات من العطاء في هذه الكلية وتسليم المشعل سي محمد الناجي بن عمر اللي إن شاء الله ولد الدار وغادي يكمل المشوار اللي بدأ سي بالقاضي إن شاء الله حنا واثقين من هذه الشهادة والكلية بالإكراهات ديالها إن شاء الله ولكن بالرجالات ديالها غادي تمشي بعيد إن شاء الله في المسار ديالها الحمد لله بالاشتغال مع سي أحمد بالقاضي مدة 8 سنوات الحمد لله تميزت بالعطاء واشتغلنا في واحد الجو ديال الاجتهاد وديال العطاء الحمد لله دائما الامور كانت ميسره الملفات الحمد لله تنفيذ المشاريع ديال الكليه والرقي بهذه الكليه في صالح طالب اللي كيجمعنا كاملين الحمد لله هو الطالب دائما كنشتغلوا من اجل الطالب لان احنا كنا ولا زلنا طلبه كنتمنوا التوفيق للسي الناجي العميد ومرحب به الحمد لله من اجل جميع الملفات التعاون والتشاور وهذا كله في إطار المصلحة ديال البلاد وديال هاد المؤسسة وجامعة بن زهر اللي كنفتخروا أننا اشتغلنا معها والله يوفق إن شاء الله سي ناجي شكرا جزيلا لجميع الشركاء وجميع الأطر ورؤساء المصالح اللي لولاهم ما هذا الشيء اللي وصلت لي الكليه الحمد لله بالفضل ديالهم جميعا وبتضافر الجهود كنتمنى التوفيق للجميع Lors d'une brève allocution, M. Ahmed Belkadi a remercié tout le staff administratif et pédagogique pour les efforts déployés et les tâches accomplies lors de ces deux mandats de 8 ans au cours desquels il était le doyen de l'établissement. أتمنى التوفيق للسيد العميد الجديد الأستاذ محمد الناجي في مهامه وأتمنى إن شاء الله أن تبقى هذه المؤسسة سائرة على نفس النهج الذي سطرناه لها كفريق وليس كعميد لوحده مع مجموعة من المساعدين لي سواء بالنسبة لنواب العميد سيد الكاتب العام وكذلك رؤساء المصالح بالإضافة إلى باقي مكونات المؤسسة من رؤساء شعاب ومسالك و باقي الأساتذة وباقي الإداريين بالإضافة إلى التعاون الذي هو حاصل بيننا وبين طلبتنا إذن أتمنى التوفيق للجميع وأتمنى إن شاء الله مزيد من التألق لهذه المؤسسة وكما أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا على إنجاح مهمتنا هذه كعميد لهذه المؤسسة سواء من رئاسة الجامعة أو مكونات المؤسسة بأكملها سعدت اليوم بحضور حفل تنصيب داخلي بين السيد العميد السابق الدكتور الفاضل السي أحمد بالقاضي وعبد ربي بحضور مجموعة من الزملاء من خارج الكلية خصوصا بحضور السيد الكاتب العام للجامعة والسيد الأمير بالصرف والسيد المسؤول على الميزانية بالجامعة وزملاء رؤساء المصالح بالمؤسسة وكانت فرصة طيبة لتبادل الكلمات في حق السيد العميد السي أحمد بالقاضي وما بدا له من مجهودات لا تخفى على العيان وفي الوقت نفسه كانت فرصة لشكر الزملاء على تفانيهم وعلى حثهم على الانخراط في المشروع الذي لا شك أنه سيكون إضافة نوعية لهذه الكلية التي نعتبرها منارة علمية عتيدة محتاجة إلى دفعة جديدة على كافة المستويات
Par ailleurs, et à l'occasion de son élocution, M. Mohamed Naji, le nouveau doyen de la faculté, a salué les efforts fournis par l'ancien doyen, M. Ahmed Belkadi, et a appelé à s'unir pour préserver les acquis réalisés, intensifier les efforts pour hisser le niveau et la créativité au plus haut rang et assurer pleinement et convenablement la mission de la faculté au service de ses étudiants.